الآن بمدينة البيض مؤشر درجة الحرارة يشير إلى ناقص 4 تحت الصفر، برودة قارسة يعيشها السكان، ويصل مؤشر الحرارة معها بعض المرات إلى ناقص 9 تحت الصفر. كما تعرفوا البيض منطقة باردة فيها جليد بزاف، كاين مساكن اللي ما عندهمش المأوى وين يروحوا. تقعد غير في الدار كي دير مع البرد ومنا ما واعر الحال، أنا نقاسه شوية. برودة الطقس وانتشار الجليد يشل الحركة والنشاط صباحا بالبيض ويزيد في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز. فترة البرودة تبدأ من شهر سبتمبر حتى أواخر ماي، والأسبوع اللي فات روحت لدرجة حتى 12 تحت الصفر. نواب البرلمان من البيض لطالما طالبوا بتخفيض تسعيرة الكهرباء والغاز كأحد الحلول لمواجهة برودة الطقس. ما من مناسبة إلا ونستغلوها ونطالب دائما الحكومة بأنها تنصفنا مثل ما فعلت مع الجنوب في موضوع الكهرباء، بأننا كذلك تخفض فواتير الغاز بالنسبة للولايات الباردة اللي على رأسها ولاية البيض. مؤخرا كان وعدنا إن شاء الله الوزير بأن في القريب العاجل سيفرج عن التجميد اللي كان بسببها ما تمش إدخال غاز المدينة لهذه الأماكن. مناخ البيض البارد يتطلب إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء والغاز كأولوية قصوى.